لما يتكلم عن رأيه ده بينورنا يعني بيخلي بيحصل انه الناس بتعرف حاجات اكتر. فرأيك بقى اللي مخالف لرأيي ان انا فكرة التنافس انا رفضها تماما. اتفضل قول. بص حضرتك طبعا ما بتحبيش التنافس عشان انت عايزة يعني تشتغلي في جو بيئة ما فيهاش مشاكل وما فيهاش ضغوطات بحيث انت تقدري تبدعي براحتك، وده حاجة طبعا حلوة جدا. لكن أنا وجهة نظري مختلفة تماما، إن التنافس هو الدافع اللي بيخليك بدل ما بتعمل 80% من مستواك بتخليك تعمل 120 و150% من مستواك، بيطلع طاقات لا محدودة، لأن التنافس دافع قوي جدا إن هو يستفزك إن يطلع كل حاجة أنت عندك. ما انا قلت انا موافقه على التنافس بس مع الذات، مع نفسي انا اتنافس مع نفسي عشان ابقى احسن من التدريب اللي فات او من السنه اللي فاتت. وده جميل، لكن حضرتك عمرك ما هتشوفي نقط ضعفك. البني ادم دايما شايف نفسه احسن حاجه. الناس اللي من بره ممكن تكون شايفه حاجات انا مش شايفها، وفي نفس الوقت لما حد هيفوز عليا او حد هيكسبني فانا عليا ان انا ادرس انا ليه خسرت ونقط ضعفي فين. طب ما هو ده ما اسموش تنافس. اولا حضرتك وظيفه الكوتش هو اللي يقول ايه نقط الضعف، وكمان لما انا اتفرج على زميلي واكتشف انه احسن مني في النقطه دي فهعرف نقط ضعفي. ده تامل لتجربه الاخر او للاخر، مش تنافس معاه. هو تنافس مش شريف. قبل ما انام قاعد اقول انا بكره هبقى احسن من فلان، او انا ازاي فلان يبقى احسن صح. مني. ده انا اقصد كده صح. بس احنا خلي بالك في خط رفيع قوي ما بين الغيره والتنافس. انت قلتي على الامهات ان هي ازاي ابني ما خدش درجات، ازاي المدرب الفلاني، دي غيره وديت حاجه في البني ادم جيناتيك، ديت حاجه ملهاش دعوه في التنافس. الرياضه بتعلم يعني ايه تنافس. احنا لما بنيجي بنعلم اولادنا او بنيجي نعلم الابطال بتوعنا بنعرفهم يعني ايه ان انا اتنافس، ازاي انا اشكر المنافس بتاعي ان هو كسبني. انا ممكن اشكره لانك انت دلوقتي، انا من غيرك انا ما كنتش اعرف ان انا ضعيف في الحته الفلانيه، انا من غيرك ما كنتش هبقى عارف ان انا لازم اشتغل اكتر، انا ممكن اكون شايف ان انا الشغل اللي انا بعمله ده خلاص ده كافي ان انا اخد اول وخلاص ومخليني في حته هنا. من غير المنافس ده ما خلينيش ان انا ادفع نفسي اكتر واعمل الكلام ده. عشان كده يقول لك خلي عندك روح رياضيه يعني لما أيوة. حد يخسر حد يطبطب على كتفه ويسلم عليه واللي هو شكرا وجود جيم وحاجات كده، عشان دي الروح الرياضيه ودي التحضر بتاع الرياضه عامه. بصي هي بالانس احنا لازم نقعد دايما نلعب عليه. يعني احنا دايما في بيبقى اولاد بيبقى مش فارق معاه ان هو بيخسر وده مشكله طبعا، وفي ولد هو بالفطره كل البطولات اللي دخلها اخد اول. ده عندي مشكله لان ده لو خسر بيبطل. الاثنين اكستريم. مظبوط. وده ما بقاش عنده الكير ان هو يكسب، مش فارق معايا اصلا. فالاثنين عندي مشكله. فببقى ده بضطر ان انا اديله منافسات ممكن ان هو يخسر فيها، وازاي ان انا بستقبله اول ما بيخسر، وازاي ان انا بتعامل معاه. وده نفس الكلام، ازاي انزله مستوى واحسسه بالمكسب بتاعه، ولما بيكسب بيشوف الفرحه وبيشوف ميداليه وبيشوف. فالموضوع لازم يبقى بالانس، بيبقى بالانس بشكل برضو كبير. انت قبل التسجيل قلت احنا بنعلم الولاد الخساره، ده حقيقي. وانا مبسوطه قوي من الجمله دي، فانا برضو عايزاك تشرح لنا. هقول لحضرتك احنا يعني ايه بنعلمهم ازاي يخسروا. يعني احنا اوريدي بنعلم الولد انت لازم تبقى رقم واحد، وانت لازم تبقى الذهب دي هي اللي قدام عينيك وكل الكلام ده كله. وفي اولاد بمجرد خلاص ما دي اتربت عندهم احنا كده اوكي عملنا ستيب 1. ستيب 2 ان انت لما طب انت عملت كل الكلام ده كله وهو بقى كل الوقت بيحلم بالذهب بس، وجا خسر من اول ماتش،
مش هو اللي بقى خسر فاينل، لا خسر، فطبعا طموحاته هيحبط جدا طبعا. يعني انا واحد كان كل املي ان انا اخد ذهب بس، وانا خسرت، ده انا يعني اكاد اكون الاخير. طيب انت ازاي تتعامل مع الموقف ده، وازاي تفهم انك انت خلي بالك انت ممكن تبقى الاخير البطوله دي، والبطوله اللي بعديها تطلع اول برضه. انت عملت كده مش عشان انت وحش، انت عملت كده عشان انت اخطات، انت عملت كده عشان انت ضعيف في الجزء ده ومش ضعيف في الجزء ده. هو لازم يعرف الكلام ده، لازم يفهم ان هو مش معنى ان انا خسرت يعني معناه ان اللعبه دي ما بتناسبنيش، مش معناها ان انا في الفروق رهيبه وعمري ما هعرف اجيبها، او مش معناها ان انا فاشل، مش معناها خالص، لان احنا فلان خسر البطوله اللي فاتت والبطوله اللي قبليها والبطوله ديت هو كسر الارقام واخد اول واخد وكسب الناس كلها. فانت شفت ده بقى عامل ازاي هنا، شفت ده لما اتمرن هنا بقى عامل ازاي، الكلام ده كله احنا بندربه، وازاي ان احنا بنلعب في المنتل او النفسي بتاع اللاعب نفسه. كلام حضرتك كلام حضرتك اخدني لحته مرتبطه بالحته دي. اوكي، انه طب ده اللي انت ككوتش بتعمله، الاهل بيعملوا ايه؟ يعني الاهل بقى اللي هم الاب والام وكده، هل بيشجعوا ابنهم؟ هل فاهمين الحته النفسيه والمعنويه والحته دي؟ بندرب الاهل اصلا. طب احكي لي بقى ازاي بندرب طبعا الأهل. دي حاجه لطيفه جدا. نفس القصه، احنا نفس الموضوع بالظبط مع الاهل. اب مش عايز ابنه يخسر ومش قادر يتقبل ان، او ام طبعا مش قادره تتقبل ان ابنها بيخسر. انا ليه انا بدفع وبيجي كل التمارين وبيخسر؟ فانت لازم تفهمي انه هو ستيبس، ولازم تقدري تتعاملي مع ابنك مش لانه فاشل وخسر، انت لازم تتعرفي كويس انه هو لسه يعني الكلام ده كله احنا بنتكلم مع الاهل نفسهم. اب تاني بيعنف ابنه بشكل بيزقه بيزعق له اول ما بيخرج، الكلام ده كله احنا بنمنعه وبنحتوي الموقف تماما، وبنطلب منه لا الولد مش هيلعب بطوله، لازم هتقعد فوق في المدرج، وبنتعامل معاه وبنبقى مراقبين الاولياء الامور نفسيهم وهما بيتعاملوا مع الاولاد. وفي العكس بقى خالص، في اللي بيسيب ابنه في البطوله وما بيجيش اصلا، لا حضرتك لازم تيجي، لازم تشجعه برضه، لازم تيجي ولازم